السلام عليكم، كيف حالكم؟ أخباركم؟ اليوم رجع لكم بمقطع جديد إن شاء الله ينال إعجابكم. طبعا المقطع هو عن سلسلة ستي آيلاند 3. نبي نسوي سلسلة يعني بالقناة، وإن شاء الله تعجبكم السلسلة وبدعمكم، يعني بشوف رأيكم بالسلسلة، إذا شفت دعم يعني راح أستمر. فخلونا نبدأ. بسم الله. أنا بديت سويت طريق يعني شارع وبيت وكذا، فخلونا نبدأ. مثل ما تشوفون أنا الحين رسمت لي طريق وكذا، فوصلت المسألة الثانية. شكرا. الحين الوسيلة سياح، تشوفون نبي نجذب السياح الحين، فنبني بيت أفضل. شوف لبيت، خلنا نبني هذا يجون 16 هنا، حلو. البيت بعد هذا ما هي مشكلة. فنحط ديكورات عشان يكون المنظر أحسن وأجمل. لا هذا ما يساعد، مرة كبير. طيب نحط شجر أفضل، شجر هنا. وشجرة بعد ثانية بس من نوع ثاني نحطها هنا. المهم الحين المنزل سويناه، فنبي تجارة يعني نبي نربح. وش مخبز، مقهى، مطاعم، مطعم بالرجال. نبي نسوي المقهى هذا عشان الشلة يشيشون وكذا يفلونها هنا. حلو، المقهى يخلص بعد دقيقة يعني. فأهم شيء بيوت، أهم شيء أبني بيت يعني رخيص مثل هذا، مثل البيت هذا. حطه هنا. حلو، فتحنا الحين، وصلنا في الثلاثة. مكافأة 60,000، كفو والله. فخلونا نرسم طريق يعني أفضل. تشوفون كذا، حلو. الظاهر جبت عيد في الواقع، في الواقع نحن نروح بملاحظة اكتشاف الإرسام ملاحظات. حلو، الحين نبي نبني بحر. تشوفون كذا، والله شكلي جبت العيد صح. فخلنا نحط البحر هنا أفضل. تشوفون كذا يكون المنظر أحسن. ايوه هنا البحر مثل ما تشوفون كذا. نبي تجارة، خلي التجارة بعدين. نبي نبني كوخ، شاطئ الكوخ. ايوه هنا مثل ما تشوفون خلص البيت، زادوا السياح عندنا تقريبا 28، والسعادة صارت سعادة صح. المهم نبينا مكافأة عطونا. حلو، في موظفين في مواطنين، فنبي الناس حنا أفضل. خلنا نطور مقهى عشان أربح فلوس. طور مقهى أفضل. حلو، الحين كم نربح؟ نربح بعد كل دقيقة 700 ريال، يعني كويس والله. يبيلها شغل صح، يبيلها شغل مجمع. خلنا نحط مطافي هنا. لا هنا. طيب ما يجي هنا. طيب خلاص نحط المطافي هنا أفضل كذا.
أيوة هنا مطافي، كم كان كويس. هذا صار جاهز، فنبي نبني بعد ثاني وشو مدرسة. حنا نبي أن الطلاب نتعلم، يعني يكون لهم مستقبل كبير، يعني مدرسة حلوة. فمن دون مدرسة ما تعرف شيء، دجة حلو الحين كذا. خلنا نطور هذا. الحين بسوي ممشى، عشان الناس تمشون وكذا. فنحط ممشى كذا، مثلا موظف من المطافي يبي يروح يسبح بالمسبح، يعني عادي، شيء عادي. حلو. فنحط ديكور، لا نحطه هنا، يكون مكانها كويس مثل ما تشوفون. الطريق صار 100% بابا. باقي أشياء كثيرة. خلني أشيل هذا، أسوي طريق كذا. حلو. أبى أشوف لي شيء، يعني مخبز، منتج، مقهى. فيمكن يعني الشلة يكون جاينين، يعني هو أخويا جاء، يعني ذبحهم الجوع كذا. فنخلي هنا مطعم أفضل، يعني شكرا، نخلي مطعم هنا أفضل لهم. سرعة 700 يبي موظفين. أوف 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 أوف، شغل مرة. نحط زين عشان يكون أحسن. في هنا أي مكافأة؟ أعطونا إن سرعنا 5 مرات. شكرا لكم، شكرا. فببني بيت هنا أفضل، بيت هنا أبنيه أفضل. خلها، لا وين، شقق غالية، منزل كبير. يلا وين يا ابوي؟ هذا عشان احط على البحر واربح منه فلوس بنفس الوقت. فببني شيء ثاني بعد، فهذا يكون على الشاطئ يعني. طيب تحرك، يكون مكان هنا بس. فخلوه هنا، نحرك هذا، نحطه هنا، يكون نشوف، شوفوا شجر وكذا، فلة. حلو. هذا وش؟ ما معي فلوس والله، والله ما معي فلوس. دقيقة، فدام حطينا هنا فراح أحط زينة بعد نفس الشيء، مثل الشجر هذا، حطه هنا. أنا خلي شجر منوع عشان يكون أجمل، نوع بالأشجار أفضل. تشوفون كذا، أبي أسوي لهم مسبح. المطافي لازم يتسبحون هنا، خليهم يسبحون. فهنا جسر، وهنا جسر. لا وين خربتها صح. أنا هنا جسر مثل كذا،
خلي مسبح كذا على أساس جاي من البحر. شوفون كذا، أبى أشتري مساحة أفضل. أبى أشتري مساحة عشان يمديني يعني أسوي أغراض كثيرة. يعني هذا راح ياخذ وقت، مع نشيل الرضا ونشيل الشجر ونشيل أغراض كثيرة مرة. حلو، وكاد يشتغلون تشوفون كل شيء ياخذ يعني ثواني، فخلنا نسرع أفضل. خلنا نسرع أفضل، موافق. مثل ما تشوفون صارت جاهزة الأرض، ما عاد في هذا، بس نشيله فنكمل الطريق أفضل. لا لا لا، أيوة كفو والله، أعطوني مكافأة. وش باقي؟ باقي أبني الأرض هذه اللي هنا، دقيقة، هذا بخليه سكن، بخليه سكن هذا. لا لا لا، شكلي جبت العيد صح. دقيقة عيال، حلو نفس كذا. فوصل مع الطريق هذا، خله كذا يلا. حلو تشوفون هنا حين يبي زينة، فأحط حين دقيقة، خلني أحط الجبل هذا، مرة كبير يوز، هذا مو جبل، هذا زين، هذا عشان يكون الدوار أفضل. حطه هنا، أيوة هنا حطه، مكانها كويس مثل ما تشوفون منظر يعني للرجال وكذا. هنا حط الشرة، حط الشرة هنا يكون أحسن. فخلونا نبدأ الحين السكن، يعني أبني بيوت وكذا، بيت رخيص أفضل. أبنى السكن، صح. أيوة خلصت هني كل، فالحين وش باقي؟ دقيقة، مكافآت. حلو، وصلنا تقريبا 100 وعليها يعني عدد الموظفين والناس وكذا. فهذه بطريق انقله، احطه هنا، افضل. الحين بسوي بيت ثاني عشان يعني يكثرون السكان. اي صح نسيت باقي الشرطة، حط مكانها هنا يكون أفضل، يعني على طول يدرعمون على مدينة. وش باقي؟
دقيقة. هذا البريد حط بريد هنا يكون موقع كويس. البريد هنا فأسوي ممشى ورا البريد بس كذا. مثل كذا تشوفون. باقي أشياء كثيرة مرة. خلني أبني منزل ثاني. منزل حطه هنا بجنب خوية. حلو، المنزل جاهز. هنا عند مركز الشرطة راح أحط محلات، يعني محل وشو كويس. الخان يعطينا فلوس كل ساعة، يعطينا 10,000 كذا، فخلى الخان أفضل. خلى خان هنا عند البحر مثل ما تشوفون كذا. فأبني محل ثاني، أسوي مخبز عادي، ما في شي، مخبز يجون يأخذوني هم.